بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون جهدا معنا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. ممكن حضرتك تسمعنا بس للآخر؟ والله لا أعدك، على حسب نوع الكلام. طب ماشي، لو في مشكلة في الكلام ممكن حضرتك مثلا تقول لي على الخاص أو كده، أنا مفيش مشاكل. تفضل. حضرتك سامعني؟ أسمعك. طيب حضرتك دلوقتي، أنا متجوز بقالي 6 سنين، وبعد 2 سنين من الجواز زوجتي كانت متكلفة إن هي تشيل مبلغ من المال 10,000 جنيه وهي المسؤولة عنه وضاع منها. مفيش حد دخل ولا خرج من البيت إلا أهل البيت بس، وأهل البيت مش هيمددهم عليه إن ده حاجته وضاع وخلاص، زي بعض وسامحنا وعدينا الموضوع وخلصنا. جه دلوقتي من امبارح بالظبط، اول امبارح، معلش مش متذكر بالظبط امتى، ان في ناس جيراننا مسكوا الزوجه جوه البيت متلبسه، فتحت باب الشقه بالسكينه، هم عملوا لها زي حاجه تامين كده وقعوها فيه، عرفوا ان حاجه بتبقى في الشقه، دخلوها خلوها لما دخلت جوه الشقه وقفلوا الباب، اتصلوا بيا قالوا لي تعالى دلوقتي زوجتك في البيت متلبسه بالسرقه تعال. ورحت لقيت عفوا عفوا معذرة، هذه قضية تطرح على الرقم الخاص، معذرة. لا ممكن الرقم الخاص ده بعد اذن حضرتك؟ 0,000,5,3. معلش 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 حضرتك بس. خمسة نعم 5,3,3,3,8,3 خمسة 3,3,8,3. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. الله يبارك فيك، تفضل. حبكم في الله شيخ والله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. والله يا شيخ أنا متصل بحضرتك عشان نسألك الدعاء، يعني إن ربنا حرمنا من الحج، يعني كنا بنروح وكذا، حصل ظروف كنت حضرتك أعلم بها، يعني كنت هناك في، وحصل ظروف منعونا يعني، فنسألكم الدعاء من أن ربنا عز وجل ما يحرمناش إن كان في العمر. الله يعوضنا خيرا يا رب، الله يعوضك خير. اللهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يبارك فيك، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الحمد لله. كنت كان في حدثين يا شيخنا كنت عاوز اسال عن صحتهم. هو انا فاهم انهم فيهم يعني اختلاف، يعني في حديث شعيب، عمرو بن شعيب قال النبي، رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ولأبي العاص بنكاح جديد. لا يثبت، لا يثبت ان النبي عقد عقدا جديدا ولا انه لم يعقد، كلاهما لم يثبت. ولكن
الذي عليه عموم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يبقون على أزواجهم بالعقود القديمة، بمعنى لم يسلم كل الصحابة مع نسائهم في وقت واحد. هذا أسلم بعد هذا ولم تعقد عقود جديدة، ولو عقد واحد لقلنا به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قررهم على ذلك؟ ما فعل غير ذلك؟ يعني هو كانت سقراط مرة، هل ترى سؤال يعني كان أسألك سؤالا. نعم. الرسول نزل عليه الوحي قبل خديجة، صح؟ أيوه. بعد مدة أسلمت خديجة، سواء بعد ساعات أو بعد أيام، ما عقد عقد جديد. أبو بكر أسلم قبل زوجته، أيوة، ما عقد عقد جديد. تمام. في معلش استشكال، حد قال يعني ممكن يكون عقد ومحدش يعني كل الصحابة يكون عقدوا كلهم وما ولا ينقل؟ لازم ينقل، لازم يبقى حاجة مفهومة ومعروفة والنبي يبينها. يعني ما بارك الله فيك، ربنا يكرمك شيخ. شكرا. شيماء سعد، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. شيخ مصطفى، عندي بس بعد إذنك 3 أسئلة كده. شيخ اتفضل. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الذهب الذهب والفضة والفضة إلى آخر الحديث، هنا شيخ مصطفى العلماء قالوا ان انا لو بعت مثلا الذهب بالفضه هبيع كيف شئت ولكن يلزم التقابض. فهنا العلماء قالوا بقى في التمر بالدراهم لا يلزم التقابض، اشمعنى في الذهب بالفضه يلزم التقابض والتمر لما بيعه بالدرهم منصوص على الذهب والفضه؟ بارك الله فيك. طيب ما وراء النقدين جاز فيه التأجيل. تمام شيخ مصطفى. طب هو ليه شيخ مصطفى مثلا لو انا مثلا يعني خدت الذهب مثلا من البائع وقلت له هجيب لك الفلوس بعد كده، ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر قصدي ربا، وانا المبلغ المتفق عليه. يا اخي في ربا اسمه ربا الفضل وربا النسيئه. نعم. كلاهما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخبار حضرتك يا شيخ؟ تفضل. عندي سؤالين لو سمحت. السؤال الأول، أنا أحفظ قرآن وأقرأ على مرات عمي في الموبايل، هل هذا يجوز؟ تقرأ مرات عمك؟ آه. كم عمره وكم عمرك؟ عمري 20 وعمره تقريباً 40. زوجها يعرف؟ يعرف. زوجها يعرف؟ كله يعرف. في اي فتنه؟ اعتقد لا، ما فيش اي فتنه. خلاص، اذا كان ليست هناك فتنه والقراءه من وراء حجاب وهي تكبرك ب20 عاما والكل يعرف، لا باس. اقرا على الموبايل، برن على الموبايل. انا قلت لك الان اذا كانت الفتنه مامونه وزوجها يعرف وهي تكبرك ب20 عاما والكل يعرف وانت تزعم ان الفتنه مامونه، خلاص. طيب السؤال الثاني يا شيخنا، في حد كده كان فتح مشروع صغير وحب يوسع المشروع بشراء آله معينه وما كانش معاه فلوس يشتريها، فخد قرض وشرى الآله دي، ودلوقتي لو عايز يرجع اللي عمله يتوب، ايه حكم او يعمل ايه بالظبط؟ اشترى آله فساد يعني ولا ايه؟ اشترى آلة كده تبع المشروع بقرض، أخذ قرض واشتراها يعني. يعني شخص يعمل مشروعا وفي آلة تهم المشروع اشتراها بقرض ربوي. يستغفر الله من هذا الشيء ويعمل عملا صالحا لقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. تمام، شكرا يا شيخ. الله يكرمك. نستعين بالله ابراهيم بن موسى، ادعو لنا لان الساعه متاخره، العشاء تنتهي الساعه 10. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مصطفى، السؤال الثالث هو لو انا بعت مثلا محصول لتاجر تمر مثلا واتفقت ان هو هيسدد لي مبلغ بعد سنه،
فبعد السنة ديت المحصول السعر بتاعه زاد، هل ينفع أزود ولا أخد المبلغ اللي أنا كنت متفق عليه من الأول؟ المبلغ المتفق عليه طيب شيخ مصطفى، هو إيه الفرق معلش اللي هو من الذهب بالفضة؟ طب ما هو هو نص حديث التمر الرسول، بالذهب بس اسمع معايا، برضه مختلف. اسمع معايا يا أخي، اسمع معايا. أريد أن أفهم منك يا شيخ مصطفى. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. فنحن في مسائل البيوع والأشياء الربوية ملتزمون نص حديث رسول الله، وقد فرق الله. يعني ممكن الأقيسة العقلية تجوز لك كما جوزت لأهل الشرك، لكن احنا مع النصوص. الله سبحانه وتعالى قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فيعني نحن مع المنصوص عليه عن رسول الله عليه السلام، فالزم النص معذرة. يعني ده داعي للاجتهادات في هذا الباب، الزم نص حديث رسول الله، أسلم لك في دينك ودنياك. السلام عليكم. كفاية كده. سبحان الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ إن شاء الله رزقين. الله يسلمك. أنا بس في سؤال عندي يا شيخ مصطفى، الله يبارك فيك. تفضل. بقول سعادتك، ما حكم المرأة اللي هي تسيء معاملة زوجها في حال لما يضيق به الرزق؟ لما ايه؟ في الأوقات اللي بيضيق به سبل الرزق. والله يعني إذا ساءت معاملة زوجها نعم بلا سبب تأثم، نعم. لكن إذا كان متكاسل على سبيل المثال ونايم ولا يرضى يذهب للعمل، فلن تكلمه، قم اسعى على المعاش، لا نمد ايدينا للناس. نعم. بس لكن اذا كان هو مقدر عليه، يعني لا يجد عملا، يبحث ولا يجد عملا، خسر خسارة رغما عنه، فمثل الزوجة الصبورة التقية تقي بجوار زوجها. نعم. الله يسلمك. ابو محمد يقول زعلان مني، اذا كانت لك مظلمة فابديها، بارك الله فيك. فلتبديها إذا كانت لك مظلمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين. يا رب يا مولانا، لي طلب وسؤالين. اتفضل. بس لو سمحت لي ممكن أسجل الفتوى؟ لا حرج عليك، اتفضل. بارك الله فيك، بارك فيك الله فيك. وفيك، اتفضل. يا مولانا أنا تسجيل هذه المكالمة. يا مولانا الطلب، أطلب منك أن تدعو لأبي بالرحمة. الله يرحم والدينا والمسلمين والمسلمات يا رب. اللهم أمين يا رب. والسؤال يا مولانا، هل في دليل من السنة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الماء البارد مفضل عن الماء الساخن؟ الأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، اللهم نقني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الأحاديث والعمومات تشعر بذلك، لكن إذا كنت تقصد في الوضوء، يعني كنت بإمكانك تسخن الماء، كنت تسأل سؤال عن تسخين الماء والوضوء به أم تتوضأ به وهو بارد، فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره ليس معناه أنني أعذب نفسي، لكن لو قدر ما في إلا الماء البارد توضأت به. لكن إذا يسر الله لي مثلا سخان وسخن به الماء حتى لا أبرد، لا أتعمد ترك الماء الدافئ الذي لا يمرضني وأذهب للماء البارد الذي قد يتسبب لي في الضرر. فلازم السؤال يوضح بعض الشيء، يعني لو فصلت لي يكون أمثل من الذي تريده من السؤال بالضبط. أنا أريد يعني الاستحمام بالماء البارد هو أفود للجسد، يعني لا تقصد هذا، تقصد هذا؟ نعم. ما عندنا نص ثابت عن رسول الله يقول إن الاستحمام بالماء البارد أفضل من الاستحمام بالماء الفاتر مثلا على حسب الحال. وقال العلماء يجوز الوضوء بالحميم، الوضوء الحميم الماء الساخن، ما في أي مشكلة، عندنا نصوص عامة تحكمنا في هذه المسألة، لا ضرر ولا ضرار.
بارك الله فيك يا مولانا. السؤال الثاني ده يخص صديقي. تفضل. معايا صديق يا مولانا حينما كان في بطن امه. فابوه نظر لله نظرا. اذا اتاه المولود ذكرا ذبح عجلا لله عز وجل. فحينما اتى المولود ذكرا والان يبلغ من العمر 19 عاما او 20 عاما. فاباه لم يوفي النذر. فهو يسال هل يوفي هو عن ابيه؟ لانه يحس يعني يشعر انه يعني في حياته بعض المشاكل او بعض المصائب او بعض التعب من نذر ابيه الذي لم يوفى عنه. دين الله احق ان يقضى، يقضي عن ابيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقضي عن ابيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤال مشابه: لو كان على ابيك دين اكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: دين الله احق ان يقضى. بارك الله فيك. أمي ماتت عليها نذر، قال: أوفي بالنذر. يوفيه عن أبيه لا ضرر. نعم، يفي الولد لوالده بالنذر إذا كان أبوه نذر ولم يؤدي. بارك الله فيك يا مولانا، بارك الله فيك. أسأل الله أن يجمعنا وإياك مع رسولنا الكريم في جنات النهر يا رب العالمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله ونشكره. يا شيخ يعني بعد اذنك عندي سؤال لكن ارجو ان يتسع صدرك. الله المستعان. يا شيخ الائمه في المساجد يعني المجاوره يعني يصلون بسرعه يعني كبيره جدا، يعني لا يتمون الركوع ولا السجود، فيعني هل يجوز ان انا اصلي في البيت؟ لا، صلي في مسجد. أنا يعني ذهبت إلى مساجد أخرى كثيرة لكن يعني لا أجد من يصلي بطريقة يعني جيدة. يعني ما الطريقة الجيدة التي يعني هو يقرأ الفاتحة أو لا يقرأها؟ هو يقرأها لكن مثلا في صلاة الظهر أو العصر يعني أحيانا أنا لا أستطيع أن أقرأ الفاتحة. أظنك موسوس. لا أبدا والله. هذا الذي أصلي كل المساجد بهذه الطريقة جنبك وتريد تأخذ رخصة يعني بالصلاة في البيت كده؟ لا أوافقك على الصلاة في البيت. صلي معهم. يا عبد الرحمن يا حسن أقول سجل التاريخ في عنوان الحلقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخنا ربنا يبارك في عمرك. الله يكرمك تفضل. الزوجة التي زوجها متكاسل عن العمل هل تعطى من زكاة الأموال؟ أخشى أن يكون هذا مساعدة للزوج على التكاسل. طب هو متكاسل منذ سنوات ويرفض العمل، وأهل الخير يمنعون الزكاة عن الزوجة وأولادها لأن الزوج يعني ليس بها أي مرض لكنه متكاسل وهو سفيه ولا يعمل ويرفض أي عمل وأمامه أكثر من عمل ويرفض الأعمال. لا يعطونها المال. نعم؟ لا يعطونه مالا. طب والزوجة تعطى من المال هي ولا لا؟ لا 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 تعطى من المال، هي تطالب زوجها. طب وإن رفض زوجها منذ سنوات يرفض؟ والله تفترق منه. تفترق منه لكن لا يعطى. لأن لها تأخذ فلوس منهم تنفق على هذا على هذا الثور الجالس في البيت. أي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. سؤالين يا شيخ مصطفى الله يكرمك. اتفضل. لو واحد عاطي الواحد فلوس على سبيل الامان ان هو يشيلها معاه وكده ينفع وانا مثلا احتجت في شغل او كده او حاجه هل ينفع ان انا استخدمها او كده؟ واذا طلبها ماذا ستصنع؟ على طول ياخدها ان شاء الله فورا يعني. فورا؟ فورا فورا. او يوم او اثنين كده. لا يوم ولا اثنين ليه؟ طيب تفرض عايزها في نفس اليوم يريدها في نفس اليوم هياخدها برضه ان شاء الله في نفس اليوم. خلاص لا باس كده. طيب السؤال الثاني. الو بسرعه. اتفضل. انا مثلا شغال معايا سائق، السائق ده بيحصل فلوس من الناس فخد من الناس فلوس كذا كذا مبلغ يعني وخد من الناس فلوس من غير ما يعدهم. بعد كده انا خدت الفلوس دي منه برضه من غير عدد، فبعدها لقيت ان هي ناقصه مبلغ من المال. وانا خدتها بدون وعدتها فورا يعني بس هو ما كانش واقف قدامي.
فلقيت الفلوس دي معجزه فلوس، من الغارم او الضامن في المبلغ اللي ناقص ده؟ انت لم تعدها امامه. ما عدهاش قدامه، هو ما عدها امامهم، وهو برضو خد من الناس فلوس وما عدهاش برضو منهم، خدها كده على طول برضو بسرعه. كلكم مقصر وكلكم يتحمل، اما الاولون فيكفيهم ان يقول ان يقسموا الايمان اننا اعطيناك الاموال المستوفاه. هم اقسموا فعلا وعطى الايمان، اقسموا خلاص ذمتهم برئت. الخلل عندك انت الذي لم تعد الفلوس. يعني نقسمها مناصفه. ما قلت كذا، هو نعم تقسم مناصفه لو متحمل نتيجه الاهمال، والتهمة واردة عليه أيضا. تمام، وأنت متحمل نتيجة الإهمال والتهمة واردة عليك أيضا. أما الأولون سلموا لكم الأموال وأقسموا يمين الله أنها صحيحة. الأولين ده العملاء عندنا، يعني أنا دلوقتي أنا والسائق، مال الغارم في الموضوع. سألت لكما أنتم الاثنين. مع العلم أن أنا برضو أنا أعطيت اليمين أن أنا ما حصلش تفريط وأن أنا ما خدتها فور العد. بس ما نقدر، ما نستطيع ان نحمله ايضا، نفرك انك حالفت وانت كذاب. الله يسلمك. ماشي شيخ، الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ما حكم اللي نازل سوره مثلا يقول لو بتحب النبي يعني اعمل لايك واكتب كومنت وكلام ده؟ لو بتحب النبي تصلي عليه؟ لا لو بتحب النبي يعني اعمل لايك وكومنت لغايه مثلا هو والله مش سامع. والله ما سمعت. ما سمعته. اقول تاني؟ ما سمعت السؤال. قاعد لا، في واحد يعني بينزل صور يقول مثلا لو بتحب النبي يعني اعمل لايك واكتب كومنت والكلام من ده. لو بتحب النبي اعمل لايك؟ على حسب الكلام الموجود، انا بحب النبي لكن مش هعمل لك لايك بس. ملزم يعني. هل دار الافتاء تجزئ؟ والله ان افتت بما يوافق الحق قبل قولها، بما يخالف الحق توقفنا، ليست بمعصومه، كل يؤخذ من قوله ويرد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. سؤال يا سيدنا لو تسمح. هل لحم الاضحيه يعني يجوز استخدام الاضحيه في كفاره اليمين؟ يعني الاطعام يعني؟ يجوز، لأن لكن أجر الأضحية سينقص. نعم. طيب ولا لو مخير ما بين إن هو الأضحية أو يدخر المال عشان أداء العمرة، يوم أولى؟ في كل خير. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. عايز اسال حضرتك سؤالين بعد اذن حضرتك. اتفضلي. اول سؤال في سوره القصص، لما قوم قارون قالوا اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. المرحين الذين يفرحون بالدنيا وينسون الاخره. لابد ان تحمل على هذا المعنى، البطلين الاشرين. كلمه تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت به. أن الفرح محمود في بعض المواطن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فإذا فرحت بأن وفقني الله للطاعة، وفقني الله للاستغفار، وفقني الله للعمل الصالح، وفقني الله في أمور ديني ودنياي، هذا ما في أي مشكلة. أمين. لكن الفرح الأشر والبطر وإهمال الآخرة والإقبال على الأولى. تمام. طيب اسال حضرتك بعد اذن حضرتك سؤال تاني. اتفضلي. اذا كان في البيت بيشد شجار بدون اسباب وبيبقى واصل لحد كبير جدا، فيعني في اسباب الذنوب، راجعوا نفسكم في الذنوب القديمه. يعني ممكن كما قال الحسن البصري رحمه الله: والله اني اعرف ذنبي في خلق دابتي وفي خلق زوجتي. يكون في هناك ذنوب نؤاخذ بها في هذه الابواب، فنستغفر الله ونلزم من الخلق الكريم الحسن. شكرا جدا. الله يبارك فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى. سلام. حياك. لو تكرمت كنت بس محتاج أسألك، أنا ليا إن شاء الله نص أضحية في عيد الأضحى إن شاء الله. جزاك الله خير يا حسن. نعم. أي نعم. لا تفضل تفضل. أنا أشكرك. نص أضحية وكنت في أمي وأختي، كنت عايز أعمل لهم عقيقة بالنص بتاعي في الأضحية، فهل تكفي؟ لأمي وأختي وتبقى أضحية؟ نعم. بقرة بقرة. أيوة بقرة. بقرة سبعة. أنا ليا النص فيها. بقرة سبعة أسباع. تمام. سبع أضحية. سبع أضحية. سبع عقيقة لأختك، سبع عقيقة لأمك، ويكون زايد نصف كمان، زايد نصف سبع أيضا. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ومعلمي وأبي وقدوتي حفظك الله. الله يجعلنا قدوتنا جميعا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يا رب. سؤال يا شيخ، نزلت لحضرتك، حزنت لي. نعم. بعض القراء هم بيقرأوا القرآن نشر إن هم بيغنوا مش بيقرأوا القرآن. طب استخدام المقامات، فسؤال حكم قراءة القرآن بالمقامات. شايفي؟ ما استطيع الا ان اقول انها لم تكن على عهد الرسول بهذه الطريقه، بس ما لي اكثر من ذلك. يعني ما عرفت في الجواز او عدم الجواز. شوف، السماع ليس الخبر كالمعاينه. اقرا كده بالمقامات وانا اقول لك جاز ولا غير جاز. لا اعرف ان اقرا بها يا شيخ. خلاص خلي واحد يقرا لنا بها، هات مقطع كده ونفتك فيه. طب ماشي. سؤال ثاني يا شيخ معلش. اتفضل. في بعض الاوقات مثلا بوعد ربنا سبحانه وتعالى ان انا ما اعملش معصيه. تعاهد يعني عهدا ولا تنذر نذرا ولا ايه؟ لا اعهد، اقول مثلا اعاهد الله عز وجل ان افعل كذا. كفاره العهد كفاره يمين اذا كنت معقد العهد. نعم يا شيخ. ما كفرت اليمين يا شيخي؟ إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة من طعامك المتوسط، إن عجزت صمت 3 أيام. جزاك الله جزاك الله خير يا شيخ. حياك بارك الله فيك. مرحبا بك يا شيخ أشرف البتنون، الله يجعلها خير ويحققها زرنا إن شاء الله. ربنا المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. كنت عاوز اسال حضرتك في سوره ال عمران، ربنا بيقول فبشرهم بعذاب اليم. هي مش البشره دي يعني حاجه خير؟ يعني هنا بشره بعذاب اليم ازاي؟ البشاره في اصل معناها ما يظهر اثره على البشره. فقد يظهر الاثر على البشره ابتسامه وسعاده، وقد يظهر الاثر على البشره نكد وهم. فالأصل البشارة ما يغير البشرة. أنت ليك بشرة معينة. نعم. ممكن البشرة دي يأتيك خبر سعيد يعني تفرحي ويظهر أثر السرور على وجهك. وعياذا بالله شخص آخر تقول له بشارة بمكروه يظهر أثر المعصية أثر الحزن على وجهه، بشرته تتغير للحزن. فهذا معنى كلمة البشارة. لكن في الغالب تطلق على الخير. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لكن قد تطلق أيضا على الشر، بشر الذين كفروا بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. عرفت أصل معنى البشارة؟ نعم. أصلها ما يغير بشر، لكن في الغالب تطلق على الخير. واحد يقول لك مثلا اعطيني شيء تقولين له ابشر، يعني ابشر بالخير في الغالب. بس طيب هو برضه لما حد يقول ايضا احسن من برضه. نعم. ايضا احسن من برضه. حاضر. طيب ايضا مش عارف. كنت اقول لحضرتك نسيت السؤال. تذكري واسألي. حفظك الله يا محمد بن هيبة. حبك الله يا عبد العوامي.
السلام عليكم. عليكم السلام استاذ. نعم. اريد ان اعرف صحه الانسان. وما المعنى ان تعرف؟ ما المعنى؟ تفضل. اولهما اللي هو ايما امراه سالت زوجها الطلاق في غير سالت زوجها ولا زوجها؟ ها؟ نعم. سالت زوجها او زوجها او زوجها؟ زوجها بالضم. سالت زوجها، ايه. ليه بالضم؟ فعل مرفوع بالكسره ولا ايه موضوعها كان؟ لماذا سالت زوجها؟ الفعل لا يبقى بالكسره. ما لا يعني تقول سالت زوجها؟ كيف يعني وجهت انا دعبك يعني استكشف ما عندك. سالت زوجها، لماذا سالت زوجها؟ لان الزوج هو السائل. الزوج هو السائل؟ الله يهديك بس تعلم النحو. سالت زوجها حبيبي صلى الله عليه وسلم. سالت زوجها لان الزوج هو السائل، ما ينفعش كده ابدا. نحن نحث الناس على تعلم اللغه العربيه احسن من الجرامر والاستراكشر تعلم كتاب ربي. مفعول به منصوب بالفتح، يقول لك عبد الرحمن ماشي. معروف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. حالك يا شيخي؟ الحمد لله، اتفضل. حفظك الله يا شيخ. وعليكم يا شيخ، عندي سلسلة من الأسئلة البسيطة يعني. سلسلة، أنت عارف البسيطة عن الكبيرة؟ أطلقوا على الأرض عارف. البسيطة. سمعتها من حضرتك قبل كده. ها طيب يا شيخ، حكم عدة المختلعة. المختلعة تنازع العلماء في عدتها، فيرى ابن عباس الزبير أن عدتها حيضة واحدة، وفي بعض المقولات لعثمان إذا طال بها العهد، يعني طال بها الأمد في البعد عن زوجها لا تعتد. ده كلام عثمان في رواية، لكن الصحيح أن عثمان مطلق وابن عباس حيضة واحدة. الجمهور يقولون ثلاث حيضات، فاتبع نظام بلدك. القضاء المصري يقضي بأن الخلع تطليقة واحدة بائنة. نعم. خلاص؟ يعني الآن يا يعني الأحوط يعني الزم قوانين بلدك. الخلع يعتبرونه تطليقة واحدة بائنة، فيلزم فيه ما يلزم في الطلاق من العدة، ثلاث حيضات. أي نعم، أحسن الله عليكم يا شيخي. الآن إذا والدي بيبعت لنا فلوس لي أنا وإخواتي، وأمي يعني موجودة معانا في البيت وإحنا عايشين معاها في بيتها. فهل يجوز ان احنا يعني تطعم وتاكل من نفس المال؟ ابوك مطلق امك ولا ايه؟ لا، هي امي مختلعه. امك مختلعه؟ نعم. العده انتهت ولا لا؟ لا، يعني ما زالت في العده. الان انا بسال عن العده لان الموضوع ان هو طال بها العهد. ما المختلعه اصلا لا ينفق عليها في العده اصلا. لا ينفق عليها. أصل هي مختلعة. إي نعم. الخلع يعتبرونه تطليقة واحدة بائنة، يعني انتهت منه، إنه ما له سبيل عليه لإرجاعها. يا زلمة قل لها أنا هرجعك، قل لا، لابد من عقد جديد وصدق جديد وموافقتها وموافقة وليها. ادعي لنا يا شيخ الله. لكن أبوك بيدفع خلاص، من أمكم تخدمكم، تعبها يا أخي تاكل معكم. نعم. طيب يا شيخي، ماذا يرد مما يعني جلب في الزواج؟ يعني هو في القائمة في عقد الزواج مكتوب المهر فقط، وهي لها قايمة، يعني ترد ايه من العقد والقايمة؟ هم تراضوا على شيء او لم يتراضوا؟ لا، لم يتراضوا. لم يتراضوا. اذا سلمنا انها مختلعة ليست مطلقة للضرر، ترد إليه الصداقة. نعم. ترد إليه المهر الذي يشمل الشبكة وقائمة العفش الذي الأساس الذي أتى به والمؤخر. نعم. ترد إليه الصداقة عموما. إذا سلمنا، افهم كلامي، لأن ممكن تكون مطلقة للضرر. يعني هو بس هو الفكره ان هي ممكن مثلا تكون مختلعه، بس مختلعه للضرر. ما انا لازم عشان كده انا بقول لك ننظر في المساله. اقول لك ننظر في المساله، في فارق بين الطلاق للضرر
والخلع. افترض مثلا، افترض حاشاكم يعني، امرأة زوجها رجل صالح وطيب وينفق ومستقيم على أمر الله ويعملها بالمعروف، أحبت رجلا آخر فقالت يا أبو فلان أنا لا أريد المعيشة معك. في الحالة زي دي نرد إليه الصداق، رد إليه الصداق وانصرفي. قال الرسول عليه السلام أتردين مع الفارق؟ طبعا الصحابية ما كانتش تحب الرجل الآخر، بس كانت طبغت زوجها يعني مش حباه. تردين عليه حديقته؟ قالت أرد عليه حديقته. لا أنقم على، قالت كده افهم، قالت لرسول الله يا رسول الله إني لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، لا أنقم على ثابت بن قيس بن شماس خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام، شكله دميم شوية وخاف أنني لا أؤدي له حقه الشرعي. قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمره ففرقها. أي نعم. لكن إذا كان مثلا كل يوم يضربها بدون سبب، كل يوم يضربها بدون سبب، طلقني مش هطلق، يا قاضي طلقوني منه، مش عارفة تثبت الموضوع، وهي كل يوم مضروبة بالنعل ومضروبة ومسبوبة وإلى آخره. في الحالة زي كده بيدخل في شيء اسمه الطلاق للضرر، يتدخل قوم من أهل الإصلاح ويقضون، يقربون المسافات، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني المحرم المسألة. طيب يا شيخي، وإذا فصل المهر مثلا في بداية الزواج كان المهر مفصول عن الشبكة. يعني كان الشبكة حاجة والمهر حاجة، يعني الشبكة كان مثلا باشتراك وليها والزوج. إن هما الاثنين هيجيبوا شبكة مثلا، كل واحد يدفع جزء، أو إن هو مثلا في حال الخلع، في حال الخلع الزوج سيأخذ الذهب الذي أتى به. في حال الطلاق للضرر ينظر للضرر، ينظر للضرر. طيب وإذا كان يا شيخ الطلاق للضرر هذا قد يأتي بالخلع من المحكمة، ولا إن هو مثلا في قضية الطلاق؟ لا، في قضية بترفع اسمها طلاق للضرر. إي نعم، إذا القاضي أثبتها رفعت القضية خلعا. لا، الخلع القضية، ولكن كان للضرر لأنه رفض وأبى إن هو يطلق مثلا. يا الله، القضية مرفعة خلع ولا طلاق للضرر يا حبيبي؟ خلع. خلع خلاص، الخلع القاضي هو ينظر خلع، لازم القاضي يفتي. لابد في الخلع في مصر ان القاضي سيحكم للزوجة بالخلع، لابد. اي نعم. مسألة الماليات ده في قضاء يربطوها بالحكم، وقضاء يجعلوها مفصولة عن الخلع. يعني نسأل فيها القاضي. لا مش تسأل فيها القاضي، شوف صيغة الحكم اللي صدرت ايه بالضبط. شو ما ابوك وامك يا اخي، ما تتدخل بينهم، انت واقف يعني كده سلبي ليه؟ دخلنا وللاسف يعني لم يحدث كل يعني القصه الان ماليات. اي نعم، ماليات خرجون بالمعروف. الله يسلمك. يعني بالتراضي بين الطرفين ما فيش اي، بالتراضي ما فيش اي مشكله، هو يرد جزء من المهر، ما فيش اي مشكله، لا جناح عليهما فيما افتدت به. هبه قدام ولا ادم ولا مش عارف، أد ما فيها آدم، لازم تصحح اسمها، ما في إيه بعد الدال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ليه سؤالين يا شيخ بعد إذن حضرتك. تفضلي سليم. أول سؤال في قضية مس المصحف بالنسبة للمرأة، يعني يعني أنا عارفة إن هو اللي للحائض لا يجوز، بس في حد أفتاني، أنا بتعلم وبعلم قرآن، في حد افتاني ان انا حتى في التعلم او للحفظ او للورد اليومي لازم اكون على وضوء وعلى ستر عوره. لا اختار هذا الراي. طب الواجب حضرتك ليا انا دلوقتي مثلا في الورد اليومي، انا ساعات ببقى مش متوضيه وانا بقرا الورد. ما في مشكله. عائشه تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيان. انا اقول لك شيء اسماعيلي. تفضل حضرتك. اولا في حديث تحتجون به، كان حديث علي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القران شيء الا الجنابه، ولا يصح. يبقى اسمع الكلام للاخر. حاضر. اسمع الكلام للاخر. حاضر.
حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجب شيء إلا الجنابة لا يسع. هذا أولا. ثانيا ترينا أن النبي قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، يعني كل شيء يعملها الحجيج، كل شيء الحجيج يذكرون الله يكبرون ويهللون ويسعون بين الصفا والمروة ويقفون في عرفات ويرمون الجمرات ويكبروا، كل هذا وهي حائض. الحائض أشد أو التي على غير وضوء؟ لا الحائض طبعا الحائض أشد، رخص لها في ذلك. ثالثا قال قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، خرجه مسلم في صحيح. الحديث الذي يحتجون به حديث كان رسول الله يقرئنا القرآن ليحجب شيء إلا الجنابة لا يصح اختصارا. جزاك الله خير يا شيخ. في قضية تانية أنا موكلة بها، هي مش قضيتي أنا، هي حد واحدة كانت بتجمع صدقات لواحدة ست بس يا عبد الرحمن فالست بتجمع بس خربان لي يا عبد الرحمن ما كنا كويسين. نعم حضرتك سامعني كده؟ اسمعوا كده بس عبد الرحمن ملخبط لي في البث ما ادري اللي جرى له. استغفر الست اللي احنا كنا بنتمع لها الصدقات دي الحمد لله ظروفها اتحسنت. ايوه. فالاخت اللي كانت بتدفع هي لسه بتدفع، فاحنا عرفناها قلنا لها ان الست اللي انت كنت بتدفعي لها اللي انت بتخرجي الزكاه باسمها الحمد لله ربنا كرمها، انت توكلينا ان احنا نخرجها لحد تاني. قالت انا مفوضتكم في الموضوع، انا بخرجها ماليش علاقه بيكم، انتوا حرين تعملوا فيها اللي انتوا عايزينه. طيب. فاللي بتاخد منها الصدقه دي يعني كانت في الوقت ده احوج ما يكون من اي حد. يعني قالت لها حوليها عن المسكين الثانيه لان اغتنت وانا هاخد الفلوس. تستطيع ما هي كده موكلين فيها وانا هتصرف موكلين عشان اخذها لنفسي. هذا معنى الكلام يا مسلمه، يا مسلمه خاف الله انت وهي. طيب ولا اللي انت بتعطي لها الفلوس الاولى يعني اغتنت سيبيني اوكلها وتاخذها لنفسها، ما ينفعش كده، خليها تعرف هذا الكلام يعني لازم تعلمها ان هي اللي بتاخذها. تقول انا محتاجه توفي، ما تستطيع ان تعلمها لا. طيب سمع رسول الله كده امر ثالث اخير يعني. معلش معلش بالنسبه لقروض البنوك حرام شرعا وقطعا، بس في حد برضه كان ده سؤال على فكره مش ليا، كل الاسئله دي حد بيجمعها لي عشان اسال حضرتك. وحد اتهمك في شيء؟ هل اتهمناك في شيء؟ ما اتهمناك. مش قصدي. اتفضل. اللي عايزه تاخد القرض دي ظروفها صعبه جدا وجوزها الشغل على قده قوي مصاريفهم ما فيش، فهي عايزه تاخد قرض عشان تعمل مشروع يعني تزود دخلها. انا قلت لها انه حرام حتى لو ايه انا ما عنديش خلاص فتوكي صح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا سيدنا؟ طيب الحمد لله. سبحان الله سيدنا. انا قاعد في بيت بعيد عن ابي. ها؟ قاعد في بيت بعيد عن ابي. قاعد في بيت بعيد عن ابيك. نعم ليه بيتي وخاص بي يعني. طيب وبعد؟ والحمد لله السنه اللي فاتت ضحيت لنفسي وابي ايضا ضحى لبيته. وبعد؟ وبعد السنه دي طبعا الله المستعان الحال تعبان فمش عارف اضحي انا وابي. الاضحيه إزاي؟ ليست بواجبه، الاضحيه سنه مستحبه، من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب. السلام عليكم. مالك يا عبد الرحمن؟ ايه الموضوع اللي حصل؟ هو من ساعة ما انت جيت والبث في مشكل ليه؟ ليس لها ارتباط، الله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. تفضل. سعادة الشيخ مصطفى، أنا شاري بنتي 35 جرام ذهب، بنت صغيرة 8 سنين يعني، أضمون لعائد زكاة ولا ليس عليهم زكاة؟ هم مستقلون لابنتك، ليس لها مال غير ذلك، ليس عليها زكاة، لأنها ذمة مالية مستقلة. هي صغيرة 8 سنين. ما هي فلوسها أنتوا راصدينها لها. يعني ما لهمش زكاة يعني. أنت قلت هذه الفلوس لابني. أيوه أنا اللي مديهم لها يعني، أنا اللي شاري لها الذهب. خلاص مش انتم
خصصتهم للبنت يا اخي الكريم. ايوه كذا خلاص، هم لا لم يبلغوا النصاب. ايوه لما يبلغوا ايوه لا زكاة فيها. شكرا. الله يكرمك. لبس بالحج غايته انك خايف من الشرطة في لبس الملابس. طيب بس بس طيب يا سيد. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إمامنا المبارك جزاك الله خيرا عن العلم وطلبة العلم خير الجزاء. أشكر فضيلتكم والله على يعني تعظيم القرآن والسنة. الله يبارك منكم نتعلم ونسجل نصائحكم واختياراتكم الفقهية. الله يبارك. ولا أدري ماذا ينقمون من فضيلتكم. وأجمل استدلالكم شيخنا المبارك بقول الله تبارك وتعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. الله يبارك. لو خرج بالأمس رجل يعني ينقم عليك شيخنا أنك يعني تقول لنا إذا أردتم أن يعني حلا بهذه المشاكل فعليكم بالرجوع إلى الله، ويستهزئ على هذا، لا أدري يعني ماذا يريد منا هذا الرجل يعني. يستهزئ إذ قلت نرجع إلى الله لحل مشاكلنا. أيوه يا شيخي أنا والأخ وشيخنا يقول استغفر الله وتوبوا إليه، ثم يقول أنا قلت استغفر الله، هي اللي حصل بدأ؟ هل يعني شيء يعني لا أدري والله يا شيخ. والله يا أخي الكريم ماذا أقول شر البلاتي ما يضحك. إن الله سبحانه شيخنا أريد من فضلاتكم إرشاد من فضلاتكم أين أجد شرح صحيح البخاري للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. شرح البخاري لابن كثير لا أعرف لا أعرف نريد أن كنت أتمنى أن أجده وحقيقه يعني. نعم والله ما أعرف يا أخي. الله يسلمك. جزاك الله خيرا شيخان المبارك. حياكم حياكم. غريبة والله يا أخي سبحان الله العظيم. واحد يقول كيف يعني؟ يقول لك أنا بقول أستغفر الله ليه ما قاليش أموال وأولاد في الحياة؟ يلا يعني بكذب القرآن ولا إيه؟ الله المستعان يا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا وحبك في الله؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كنت استفسرت منذ بضعة أيام عن صندوق البورصة الجديد للقرض الذهب، ولدي سؤال آخر. السؤال الآخر هو حكم الكاش باك أو الاسترداد النقدي من البنوك عندما تشتري بالفيزا، يرجعون لك بعض المال كمكافأة إنك اشتريت بالفيزا الخاصة بهم. هذا هو السؤالين. جزاكم الله خير. أنظرني أيضا لضم هذه المسألة للأخرى والبحث فيها إن شاء الله بإذن الله. الله السلام عليكم. عليكم شيخ مفرد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. دلوقتي زوجتي لما في الاغتسال شعرها لما بتغتسله وبعد كده بتصحى ثاني يوم تعبانة. الاغتسال زوجتي في اللي هي بتغتسل يعني بتغسل شعرها فبتصحى تعبانه كتير يعني بسبب شعرها، فممكن مثلا في مرحله الاغتسال تستثنى الشعر ولا لازم الشعر؟ ممكن تعمل ايه؟ وهي بتلغي ما تغسلش شعرها؟ لا طبعا لا طبعا، كل ما يقال لها لا تفكين الضفائر فقط. اذا كانت مضفره شعرها لا تفك الضفائر في غسل الجنابه. ما هي بعد غسل ده بتتعب بسبب غسل شعرها. اذا كان مرض تتيمم. لا مش مرض. خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو؟ اتفضل. السلام عليكم. أيوه وعليكم. عليك السلام، اتفضل اتفضل. أيوه الحمد لله، أنا بتصل مع حضرتك دي لفترة، الحمد لله إني عرفت أوصل لحضرتك. باختصار حضرتك، أمي عندها بيت أربع شقق، تمام؟ قل أمي حفظها الله. أمي حفظها الله. أيوه. عندها بيت فيه أربع شقق، وإحنا ثلاث أخوات رجالة، تمام؟ هي في حياتها وهي عايشة دلوقتي كتبت عقود لكل واحد إن بالشقة بتاعته، تمام؟ وأصبح لنا شقة، والشقة بتاعتها كتبتها برضو لينا كلنا، تمام حضرتك لغاية كده تمام؟ وكلكم طيبين متراضين؟ كلنا مبسوطين جدا وراضين. لكم أخوات بنات؟ لا لا مالناش أخوات، بس في مشكلة هي دي اللي عايز أقول لحضرتك عليها. صبرا خليك معايا واحدة واحدة واحدة. ليس لكم أخوات بنات؟ لا مالناش أخوات بنات. طيب أمك لها أم أو أب؟ هي دي بقى المشكلة، وقت ما عملت كده كان ليها أم. وأمها أيوه المشكلة دي مشكلة، وبعدين؟ هي باختصار من خمس سنين عملت الحركة دي، إن هي كتبت لنا كل حاجة وكان لها أم، ما كتبتش لها أي حاجة، بل هي أصلاً عملت الموضوع ده ليه؟ لأن هي خافت تتوفى. فأمها تاخد السدس فرضا، ايه امها توفت، وجيش وراها حضرتك هيحاول انه ايه اللي هو بقى خلاني واولاد خلاني والناس كتير كتير هتحاول تدخل ايه معانا في هذه الشقة، اللي هو كده لا هنعرف نبيعها ولا هنعرف ان احنا نعمل حاجة، تمام؟ فقلنا خلاص، هي قالت خلاص انا هكتب لكم كل ما املك، تمام؟ الكلام ده كان من خمس سنين، تمام؟ حاليا ستي دي ماتت قبل امك ولا بعد امك؟ نعم. ماتت قبل أمك أو بعد أمك؟ أمي عايشة وجدتي توفت. الحمد لله، سلم الله سلم. نعم. الله سلم الله. نعم ربنا سلم، ما لكوش مشكلة الآن الحمد لله. يعني هي يعني حضرتك تقصد ان كان في خطأ حصل زمان، لكن بموت الجدة خلاص ما بقاش في خطأ، خلاص انتهى الأمر. نعم نعم خلاص انتهى الأمر الحمد لله. مش انا اسف عشان بس انا موسوس، الله يرضى عليك. معنى ذلك ان انا واخواتي هنورث الاربع شقق دول، تمام؟ ومحدش ليه اي حاجه، سواء اللي هي جدتي اللي توفت او عيالها والكلام ده. لا لا مش مبروك عليكم. الحمد لله، ربنا يبارك في حضرتك، يا رب تدخل الفردوس الاعلى يا رب. يا رب وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله انا بخير. بقول لحضرتك يا شيخ، دلوقتي انا مأجر شقه واصحاب الشقه كل شويه عايزين يزودوا على الايجار، كل شويه عايزين يطلعوني. من متى مزود؟ من متى مأجرها؟ ايه؟ من متى مستأجرها؟ مستأجرها بقالي سنه وشويه. ايوه مستأجرها مده زمنيه معينه؟ كل كم؟ سنه بيزودوا طبعا. مستأجرها مده زمنيه كم؟ بيديني سنة واحدة، ما بيرضاش يزود لي أكثر من سنة، وكل سنة بيزود بمزاجه، يعني بيقول لي أنا بنتفق مثلا على 10% يجي يقول لي لا. طيب اتركه وروح لغير، المشكلة اتركه وروح لغير. ما المشكلة يا شيخ، بس أنا السؤال في حاجة ثانية خالص. إيه السؤال؟ المبادرة اللي هي بتاعت يعني أنت جايب علل حتى تشتري بالربا من الحكومة. إذا كنت مضطرا. بس فقط. إذا كنت مضطر أنا أشتري؟ مضطر، غير مضطر لا تشتري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله، الله يكرمك. الحمد لله. لحضرتك حكم فودافون كاش. يعني إيه فودافون كاش؟ يعني ان انا واحد بعت لي فلوس دلوقتي 1000 جنيه مثلا، بروح اخدهم انا من الفرع بدفع ال 1000 جنيه ده 10 جنيه. طيب هذه اجره التحويل لا شيء. لا باس بها ان شاء الله. لا باس ان شاء الله. طيب طيب مولانا، في امر ثاني برضه هنا مثير للجدل. في 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 امر هنا ثاني برضه شائع لدينا. اخ عامل شبكه للقنوات الرياضيه.
فهو يلتقط القنوات دي لها اشتراك شهري المفروض يتبع بالشركة، ويبص للناس على الايه مجان حكمه ايه؟ والله انا يعني ما في الشبكات الرياضية من عبث، لكنه يأسم ايضا لو يسهل على الناس. هذه من السرقة، ما هي السرقة للإضرار بالناس أيضا، هو يسرق للإضرار بالناس. أحصل لك سيدة. طيب الله يسلمك. وزارة تجبر الأئمة على دفع صك وضحية ونصف صك فوضع الإمام الإمام الصندوق وطلب الناس أن صدقوا الجمع ثمن صك الأضحية، أخبرهم أنها صدقة وليست تضحية. ما حكم فعله؟ مضطر، هو مضطر. بس يقول لهم صك وضحية، يخبرهم بالحقيقة، يخبرهم بالحقيقة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا أختي بتشتغل في شركة أدوية. نعم. أختي بتشتغل في شركة أدوية، تصنيع أدوية. إيه، ترشي الأطباء أكيد. فهم بياخدوا عينات من الأدوية اللي صنعوها دي، وبيعملوا عليها اختبارات عشان يتأكدوا إن هي كويسة وكده، وبعد كده الأدوية اللي هي تحمل عليها العينات دي بيوزعوها على بعض. فهل ده في مشكلة أو حاجة؟ أختك تعمل في شركة أدوية. نعم. وتأخذ الأدوية تعمل عليها تجارب. نعم. هي ومجموعة. وبعدها يعملوا التجارب ويقولون الأدوية نافعة ويأخذون. أيوة. طب يعني يأخذوا عينات بدل الزجاجة يأخذون 10 زجاجات كده؟ يعني هم مثلا مجموعة كبيرة مثلا 100 بيأخذوا منها مثلا 10 يعملوا عليها تجربة. من السائل، من عارف الكلام ده بيسرقوها يعني. هو نفس الكلام كلام مفتش التموين. مفتش التموين ينزل على الدكان محل المفروض بس ياخذ ربع كيلو جبنه يعمل عليها التجربه يشوفها صالحه او غير صالحه، ياخذ له بدل ربع كيلو جبنه صفيحه جبنه ياخذها تعمل عليها التجارب. وانا عارف البقال المسكين عارف بدل ما يعمل له محضر يقول يا عم خذ الله يعينك، فياخذ ربع كيلو جبنه لا هو معلش ويلتهم الباقي لنفسه والناس. لا هو هم ده شغلهم كده يا سيدات الشيخ. الشركه هم بيعملوا تجارب مسموح لهم مثلا بعدد معين، فهم بياخدوا العدد ده بالظبط ما يزيدوش عليه ولا ينقصوا. طيب. بس الفكره ان هم بعد ما يخلصوا اللي هي الادويه اللي جربوا فيها دي، يعني هي المفروض ان هي تترمي او كده، فهم بياخدوها بيوزعوها على نفسهم. يعني المفروض انها ترمى. ايه؟ المفترض انها ترمى. ايوه تمام. خلاص اذا كانت ترمى لك او لاخيك او للذئب يستمتعون بها. تمام ماشي شكرا. ما شاء الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. استاذنا في سؤال يا شيخ، الله يبارك فيك. ايمان الروبي بارك الله فيك وفي ذريتك. تفضل. الآن في هذه الأوضاع تنصحني بالتجارة أم تنصحني بالسفر؟ فين؟ يعني أنا الآن أمتلك بعضا من المال، ولكن احد التجار نصحني لا افتح مشروع واخاف بصراحه، فماذا تنصحني؟ هل اسافر ام لا؟ والله انت اعلم بامور دنياك. اسال واحد وثيق الصله بك يعرفك، يعرف هل انت من ذوي الحس التجاري تستطيع تاجر وامامك فرص للتجاره الحلال بيعا وتسويقا وشراء، او انت من النوع الخامل الذي هو يريد ان يشتغل اجير طول حياته يشتغل ويأخذ الأجر الشهري. الناس تختلف، فأنت أعلم بأمر دنياك. في واحد عنده طموح، يعني عنده طموح ويريد التجارة ويريد الأسفار يمشي في مناكبه ويأكل من رزقه ويتوكل على الله ويربح كثيرا، أو يعني عنده حسن ظن بالله وحسن حس تجاري يفكر، وواحد آخر موظف يعيش موظف يقول لك الراتب جاي اخر الشهر مضمون وينام على كده، فانت ادرى بنفسك. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يكرمك. الله كل خير. الله يبارك فيك. الله يبارك.
والإجمال التجارة فيها بركة، من كان في كل خير، عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى كيف الأحوال؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. رب العالمين. سؤال بعد إذنك. تفضل. حكم شراء أسهم في شركة من شركات الاتصالات، يعني في التليفونات والموبايل والحاجات زي دي، إذا كان سعر السهم يعني الآن يعني ما يقال من الناس المختصة في الاقتصاد ان سعره والان اقل من المعتاد للظروف الاقتصادية في البلد يعني والآن. والله يا اخي الكريم، هذه الاسهم لا احبك ان تشتري منها. لماذا؟ لاننا انا وانت عوام نجهل السعر الحقيقي للسهم. انا وانت نجهل السعر الحقيقي للسهم. إذا هم قالوا سهم الاتصالات بألف جنيه، لا أفهم هل فعلا الشركة عندها أصول تساوي عدد الأسهم التي تبيعها أو أقل. يعني ممكن مثلا ضربت أمثلة كثيرة لإخواني في هذا، واحد أسس برج كلف هذا البرج مثلا يعني مثلا مليون جنيه مثلا يعني مليون جنيه، جاء يقسم البرج، يفترض ان يقول يا جماعة في اسهم الف سهم، السهم بالف جنيه. لا هو خلى السهم بثلاثة الاف جنيه. السهم انا اشتريت سهم بثلاثة الاف جنيه وانت اشتريت سهم، لكن حقيقته على الواقع ما يساوي الا الف. ففي شيء اسمه الجهالة والغرر في البيوع. انا لا اعرف، لا أعرف السلعة التي أشتريها السهم ده من عارف قيمته الحقيقية. هم يعتمدون على تقديرات بعض الموظفين، بعض المسؤولين، أجهزة مركزية، مش عارف إيه، لا نثق في هذا الكلام. فمن ثم في دول العالم عموما أنت لا تعرف قيمة السهم الحقيقي. أنا أسوق لك مثال كان حيا أيام شركات توظيف الأموال. واحد يأتي مثلا يشتري برج من واحد، قل البرج بكام يا عمي؟ قل له بخمسة مليون جنيه. البائع يقول للمشتري البرج بخمسة مليون. قل له اتفضل خمسة مليون، انا هزودك كمان اتنين مليون. قل له ليه؟ ده البرج ما يسويش الا خمس وانا بعتك بخمس. قل له عشان من اجل ان تكتب لي ان البرج بعشرة. لماذا؟ عشان اذا الدولة جاءت تسائله قل انا عندي اصول ثوابت برج بعشرة مليون. انت فهمت الكلام؟ فيستقطب أموال الناس ويجهز نفسه للمساءلات القانونية، وربنا عالم بغش. يقول لك لا الحكومة يعني خلاص أنا عندي حكومة أصول ثابتة شريها بعشرة مليون، وإذا جاء مشرف من قبل الدولة يرشيه بأي مبلغ وانتهى الأمر. لكن عند التحرير بقى، عند تصفية الشركة، فلوس الناس ضاعت. اتضح الحقيقة. نعم. أنت فاهم؟ فهذه التي نعاني منها في مسألة الأسهم. في مسألة الأسهم جهالتي أنا وأنت بسعر السهم الحقيقي. لأن ليست شركات صغيرة نستطيع أنا وأنت نقيمها ونقول هذه الشركة تساوي خمسة مليون، أنا أرسل محاسب من طرفي وأنت ترسل محاسب من طرفك وتقيم التقويم الصح، مش كده. لا، أنت فهمت يا أخي الكريم؟ ففي شيء اسمه الجهالة والغرر. ذلك في دولة عربية من دول الخليج من يعني من 10 سنوات أو 15 سنة كانت انتشرت فيها مسألة الأسهم. شركة غنم ملاش أي أصول، السهم اليوم بمئة ريال، غدا بألف ريال، ما انتش عارف لها ضابط. عندما بدأ الناس يسحبوا سقط الشركة تماما، وأموال الناس منهم الذي أصيب بسكتة قلبية، ومنهم الذي انتحر، ومنهم الذي ذهبت كل أمواله وجلس يبكي وضاع، اللي كان يبيع بيته ويشتري أسهم يعطوهم طعم ولا أساس للشركة أصلا. ربنا يرزقنا بالحلال. وبعض المشايخ بقى يفهموا يتكلمون بلا علم ويقول لك ليه في ناس من قبل الحكومة بتشرف، ولا عرفني ان الناس دول ثقات. الا عرفني. هو يحدث فعلا خداع. واحد وزير بيدخل الشركة يرفع السهم من 1000 جنيه ل 10000 جنيه. وبعد كده ما ينسحب الموظف ده او ياخد راس مال مضاعف 10 اضعاف ويمشي، تنزل الشركة تهبط. نعم
نعم، ويحدث فعلا اعتقد مثل هذا واضح. اذا فقط ايضا عند بيع الشركات يحدث تلاعب كي يزيد ثمن الشركه. نعم. لا بلا شك. نعم. ولا ريب. نعم، جزاك الله خيرا. الله يكرمك. رزقنا الله بالحلال. الله يكرمك عبد الرحمن. بهذا اجتزئ حميدا لله، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لانعم الله، مستغفرا من كل ذنب وخطيئه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا كل ذنب واستر علينا كل عيب يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن يا رب العالمين. اللهم أصلح أعمالنا وحسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون، انصرهم بنصرك ويدهم بتأييدك يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين، ارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم يا غافر الذنب يا قابل التوب، اقبل توبتنا واغسل حوبتنا ونور صحيفتنا ويمن كتابنا
وادخلنا الجنة بغير حساب يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها وصغيرها وكبيرها يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.